يسعد مساكي يا أبي، الله يخليكي ويسعدكم. ثانك يو، شكرا ليكي، الله يسعدكم أنتم. إيه رأيكم في الشغل اللي أنا عملته؟ إيه رأيكم؟ إيه، تعالي تعالي، شعرك خفيف؟ لا، أنا شعري مش خفيف، أنا شعري حاطة عليه حمام قبل ما أفتح اللايف. خشي على لايفاتي وانتي تفهمي ان انا شعري مش خفيف. انتي داخلة عشان تنتقديني؟ سبحان الله، انا مش عايزاكي عندي يلي بتقولي شعرك خفيف. انا شعري الحمد لله طلعته بعد لما كان راح تماما. شوفي بقى، انتي روحتي، راحي، انت جميله قوي، الله يخليك، عيونك اللي جميله. ثانك يو. ما شاء الله ما شاء الله عمر، الله يخليكم. انا بسال بس قبل ما اقفل، انا مش فاتحه الكومنت علشان اقرا اي مدح والكلام ده، انا بسال بس عشان اشوف رايكم في الوصفايا اللي انا عملتها دي، اوكي، اللي بالروزماري اللي هي بتقل الشعر وباقي المكونات. ايه رأيكم في الوصفة دي؟ شوفوا ده التقيل، ده الماسك، ده التقيل بتاع البياض البيضة. ايه رأيكم في الكريمة المتصفية اللي بالشاور جيل دي؟ ايه رأيكم في الصابونة الدوف المبيضة اللي بالجوز دي؟ اكتبولي هنا رأيكم بليز، انا فاتحة عشان كده، انا مش عايزة هدايا ولا عايزة حاجة من حد، الحمد لله انا شعري مش خفيف يا بنت الورمة. يلا، انتي يمكن تبعوا الواد البت بتاع امبارح؟ اكيد تبعوا. واو واو، ايه ده، انا عملت خلطات نار من 3 معالق رز ومعلقتين شوفان. ربنا يكرمك عمر يا ابي بدون مجاملة. انا عايزة اعرف رأيكم في الشغل، في ماسكاتي، عايزة اعرف رأيكم في ماسكاتي اللي انا عملتها النهاردة في حياتي. يعني ممكن مكونات لو سمحتي، او هبقى اقصها لك ان شاء الله وانزلها لك المكونات ان شاء الله. افضلي كرري المكونات، انا ما بقولش مكونات شفهي. انتي رهيبه، ربنا يخليكي، احلى حاجه في شغلك النظافه ده. انا على قد ما انا كنت بره ورجعت، والله العظيم حطيت راسي من كتر السخونه والحر بره، حطيت راسي تحت الحنفيه. موت، تعالي، ماسكات كله حلوة. ما شفتش الوصفة، انتي الغلطانة. لو كنتي عملتي تفعيل للأجراز وعملتي متابعة للحساب بتاعي كنتي هتشوفين عند التابعين، بس انتي ما تابعتيني شي، انتي دخلتي بس هي جون واحدة واقفة بماسكة خلاط. انا ابي لندن ووكر ون حبيبتي، يعني اللي ما يعرفنيش هيخش ويعرفني كويس قوي. ابي لندن ووكر ون يعني مصداقية، يس، ابي لندن ووكر ون يعني مصداقية، يعني شغل صح مدروس عشان هيقعد للست دية لما توعد تقابل ربنا يعني. So وصفة الهالات السوداء، انت عارفة ان وصفة التفتيح بتعالج الهالات السوداء؟ وصفة الهالات السوداء موجودة عندي على قناتي، تفضلي، الرابط موجود فوق في حسابي، اخرجي ودوسي على حسابي باختصار. شدوا حيلكم بليز، عايزة اقفل. بسم الله عليكي،
بعد عمر طويل جليلة. الأعمار بيد الله جليلة، محدش عارف، بس أنا دايما بحب أعمل. أبي لا تنسى أبدا. الله يخليك يا حبيبتي. بصوا يا جماعة، كل إنسان بيعمل اللي عليه لآخر دقيقة، وأحيانا ربنا بيقول لو حتى القيامة قامت وانت بتعمل زرعة كمل الزرعة، عشان لو انت مت الزرعة تنفع اللي بعدك. فأنا بالنسبة لي شغلي ده هو الزرعة، يعني باختصار. مش محجبة انت مالك؟ هتخشي تنشري الدعوة عندي؟ مش لابسة حجاب وبتتكلم في الدين؟ انت مالك؟ انا محدش يجبرني اصلي ولا اتحجب، انا حر، انا حر في حياتي، انا عبادتي، انا عبادتي انا بيني وبين ربي، لربي مش للبشر مش للمنظرة. انا اقعد اقول الله اكبر واصلي ولا ما انا شفتهم وعشت معاهم فترة، الاخوان اصلا عارفاهم وعارفة اسلوبهم كويس موت، عارفة لما بيحبوا يشدوا حد يا بيدولوا، بيدولوا شقة، بيدولوا عروسة، بيدولوا فلوسات، بيسفروا برا عشان يعرفوا يمسكوه. هم دول اللي بيقعدوا يقولوا غفر الله اتقل قومي صلي. يا اللي بيني وبين ربي ملوش دعوة بالبشر اصلا، اتحجب اصلي، مش البشر اللي هيقنعون انا تربية انجلترا. مش يعني مش قادرة اوصف لكم، مش قادرة اوصف لكم قد ايه بقعد اضحك لما حد يقول لي انت مش هتتحجبي، انت مش هتقومي تصلي العشاء معانا، طب انا مش هصلي، انا حر، مش هتيجي معانا الجامع، ماليش في الجوامع، دخلتها زمان وعارفه كويس قوي ايه اللي بيحصل جوه الجوامع برضو. يقولون ما لا يفعلون، بيغزوا البشر وبيدوهم من واسع عشان يمسكوهم رقبتهم بعد كده. باختصار، عبادتك بينك وبين ربك مش لازم تشهدي عليها البشر، عبادتك بينك وبين ربك تشهدي عليها اللي خلقك، مش بالمنظرة ولا بكلام انتي تمرة انا تمرة، انتي حليب انا حليب، هنجيب بيبيه هنجيب بيه، ده هبل. والسنة والاحاديث والشيعة والمش عارف ايه حرب 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 عشتها سنين زمان، وكنت بصورهم من فوق السطوح وهم بيعملوا جهاد النجاح يس، والبوكسرات بتتغسل الصبح يس بيبي يس وهم بيوزعوا وبيرموا الفلوسات، ما كانش في واد صغير بيلمع العربيات فاضي، كانش بيشتغل خلاص كان بيقبض يس، والقتلية شغالة تمسح الشقة، كلهم اتنكب وذهبوا لجهاد النكاح في رابعة يس يس. البنت اللي كانت بتقف ترمي المناديل عند التوحيد والنور في المفارق ما بقتش تقف، والنبي وردة يا بيه في الإشارة راحت، رقمتهم الصبح بدري الساعة 5 وهم بيفرقوا الفلوسات على الميكروباصات اللي هتلم الشعب في المسيرة. أقذر بشر
اقذر بشر، وتلاقيه عمال يقول قال الله وقال الرسول وابنه بياكل خنزير في بلد الفرنجة. والله يا جماعة بجد انا في نعمة، مقفول علي بابي، اعمل اللي انا عايزاه في حياتي، مش محتاجة حد لا ينصحني ولا حد يقطمني، حرة طليقة ملكة نفسي، محدش يجبرني على حاجة مش عايزة اعملها ابدا، لو على رقب لو هشحت، والله لو هشحت محدش هيقدر يجبرني.